مدعوينها دلك أمريكا كايا عسبتالك كبرية هابين كيكو بعد كدي مركي لقاه لها حنوك COVID-19 كورينتانو كان ببحن أغل كعادة لغا عرمي أمريكا مدعوينة ترامي برتي ستويتر كسوردك مغالو كشك إن حالة جيسا عف مدعي ونكسنت هاي برسي روزي دختر كقار كمدعوينها يا وربحن كشك إن دولان ترام مدعي لها حنو دريميو برساني حالة جيسو ليدن أغل كعادة يشيكي كوان كلوكو قادي حرمت عف مات كميلتيريا يا دلك هاسي ويل ريد لغا قادي تحدر فربضان ترام وقند دريميا يا شكين سبحني مدعي هوري جماعة يساقي مرودكو بعد يا دلك أمريكا كماليانا ترام إن لغا هلي COVID-19 أغل قاعدة يشاكي إنو دريم يدال لكن يدي سي آدو سرعيسو واركان يا إيمان يبيل كهور دورشادة مدحتيني مدى دل كاسيو وكوة جيدونو لولا نادك وكرد حي يحسبيك ديمقراطيقا نينك وترتمي يجو بيدن إساقو حوران ماسكرة دو ويجيكا يسود مدو أيو مدحوين ترام بحو سعود كومر أي برحات أغل قاعدة galabnimada jimcaha xilli uu ku sii socday muqaal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ay madaxweyne Trump ku sheegay waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo qof walba taageerada weynaadii fidisen in laga helay xanuunka COVID-19 madaxweynaha dalka Mareykanka iyo marwadiisa ayaa waxay noqonaysaa mid caqabad ku noqoto ololaha doorashada oo bisha November ee nagu soo aadana ka dhici doonta dalka Mareykanka taas waa isku waajahayaan xisbiyada dimuqraadiga jamhuuriga oo kala hoggaaminayaan Trump iyo Joe Biden adrasa ahmed abdulkareem ta wararka sunnis tv ergis